في واحد قال لي سموه انت بتمرن محترفين، بس بالعكس تماما، ما بحبش امرن محترفين، مش عايز امرن محترفين، مش عايز امرن ناس تلعب بطولات، بس بحبها. انا علشان الناس بتسالني يا سموي عن البنت، انا عمري ما استخدمت بامانه. بنت بيعمل ايه؟ انا عايز ايه؟ عايز اعمل عضلات بس ميك مي هابي، ابقى سعيد جدا، يبقى طز في اي حاجه. لو في حصل ستريس او ضغط من فقره معينه على عصب متحكم في جزء معين من جسمك، هتبتدي تحس بألام غبية. حد بيقول ازاي تداري عيوبك؟ تداري عيوبك انت مش هتشيلها، مش هتمسحها من جسمك، بس انت بتتحكم على المسرح في جسمك، انت بتوري الحكم الجزء اللي انت عايز توريه له، الاسبكت اللي انت عايز الحكم يشوفك منه. حد مثلا وسطه عريض شوية، ما يديش مثلا دبل بايسبس كده، ما يبقاش بيبص الحكم كده. انت لو بتبص له كده بتدي له كل العرض بتاع وسطك، ما ينفعش. انت لو عايز تخبي وسطك مثلا كمثال، تاخد لفه شويه، الكيرف بتاع الكلاسيك سنه كده، بتقلب نفسك 45 درجه، ترمي رجل قدام رجل ورا، تعدل جسمك، تدي دبل بايسبس، شكلك هيبقى بيرفكت شبه ارنولد. انما لو وقفت ستريت كده وانت وسطك كبير مثلا، انت بتبين نقطه ضعفك، فما تبقاش غبي، خلي عندك ذكاء ان انت تخبيها. ده اللي اقصده يعني. سموي، دهون الظهر والخواصر اديني تمارين ليها. ما فيش تمارين ليها، دي اخر دهون بتنزل في الجسم، لانه كل بني ادم او كل سكس مثلا، يعني الفيميلز البنات بيسيبوا فات في حتت اكتر رجاله كده. احنا الرجاله بيبقى الميد سكشن داير ما يدور، البنات بيبقى ساعات في الجلوتس، ساعات في الليجز، ممكن تلاقي عند التراي في دلدله شويه. طبعا البريست كده كده مليان فات، ولازم عشان كده ممكن بنت تعمل ان بودي تلاقي البودي فات بيرسنت بتاعها عالي، بس هي اصلا ما شاء الله جسمها حلو ناشفه، فاهم؟ بس هم كده كده هاي بودي فات دايركت على طول. في واحد قال لي سموه انت بتمرن محترفين، بس بالعكس تماما، ما بحبش امرن محترفين، مش عايز امرن محترفين، مش عايز امرن ناس تلعب بطولات، بس بحبها. فبختار مين؟ لازم يبقى اللي بختاره يبقى انا نفسيا مرتاح وانا بتعامل معاه، لانه الموضوع متعب واللاعب يبقى متوتر جدا اخر فتره وعايزك معاه، فاهم؟ فلو اللاعب مش اصلا ملتزم وموسوس وبيكلم ناس تانية ومتوتر، هيتعبني وهيتعبه وهيفشل. اخد كارب بعد التمرين مباشره ولا هينزل هرمون النمو اللي يبقى عالي؟ بيتكلم في الانسولين، يعني هياخد كارب هيرفع الانسولين. بس الكلام ده مش لل، يعني ايه، لو انت اوريدي، معلش يعني، لو انت اوريدي بتاخد هرمونز اصلا، بتاخد جروث هرمون، بتاخد انسولين، بتاخد، فانت عندك حسبه تانية خالص بقى. بالظبط. لو بتكلم طبيعي، اللي انت بتقوله ده بقى هيفرق كتير جدا. يعني بعد التمرين لا، انا اسيب الكارب شويه واخد البروتين عشان الجروث هرمون اللي في بتاعه يبقى مش عارف ايه. ده لو انت ناتشورال. لو انت اوريدي بتاخد هرمونز، خلاص فاكس الكلام ده كله وعيش حياتك بقى. انا امتى اعرف ان انا ينفع اخد هرمون ولا لا؟ يعني انا راجل ما لعبتش بطولات قبل كده، شغلي مش مرتبط باللعب قوي، وبعدين جاي اخد هرمون، انت ايه رايك؟ اخد وانا عارف ان انا مش هيبقى ده الكارير بتاعي، ولا افكر ان اللعبه دي ليا انا ومصلحه نفسي ومصلحه صحتي وجسمي وخلاص؟ انت رايك ايه؟ طيب، في اتنين، في سموي الانسان وسموي الحيوان، انا بهزر. في سموي كسموي، وفي سموي كمدرب. سموي كسموي مختل عقليا، ممكن يعمل اي حاجه ونفسه فيها عشان تسعده وبس. ده اللي انا اتعلمته في حياتي، انه ماليش دعوه بكلام الناس، وماليش دعوه بالناس بتقول ايه ولا عايزه ايه. انا عايز ايه؟ عايز اعمل عضلات ويس ميك مي هابي، ابقى سعيد جدا، يبقى طز في اي حاجه. ده سموي السموي. طيب سموي مدرب، سموي مدرب هيقول لك هات الماكسيمم ليميت بتاعك ناتشورلي، هات اخرك طبيعي، لان هو ده الصح اللي تعمله، هو ده الصح. وعلى فكره انا عملت كده. انسولين عموما، ايه رايك في التريمبلون كهرمون؟ ده سؤال قوي 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 يعني. هو الهرمون قوي، بس سؤال قوي. قول. انا بحبه وما بحبوش، بحب ادي لعيبتي، ما بحبش اخده، ما بستحملوش، بس هو ما بستحملوش نرفزه، بس يعني نرفزه مبني، بيبدا ياثر بقى على حياتي، فاهم؟ شخصيه وكده. لا انا بحبه سموي، احسن اقوى واحد، اقوى حاجه ممكن تاخدها يعني.
حاسس بتكتب بسرعه جدا حتى عليا او على لعيبتي. بس ما ينفعش تعلي الدوز قول ما ينفعش طبعا. هو انت فاهم هو يا دوب لغايه ال 300 مثلا لو انت بتتكلم في الاسيتيت. لا انا بشوف ان الدوز كده حلو قوي عليه 300 400 حلو قوي ما تطلعش على كده. نفسي اطور واخد هرمون بس الحاجه الوحيده اللي خايف منها هو موضوع العقم. العقم ما بيجيش من الهرمون دايركت، وفي نفس الوقت اللي بيحصل حيواناتك المنويه بتقل. بمعنى انا عملت اكسبيرمنت من فتره من سنه عشان في حد طلع قال بيحب الترمبلون اكتر من المنت وان المنت قاسي جدا، فانا طبعا ضد الكلام ده. انا شايف انه الترن اخطر من المنت ده. انا سموه انا علشان الناس بتسالني اسموه عن المنت، انا عمري ما استخدمته بامانه. المنت بيعمل ايه؟ ايه الفرق بينه؟ المنت ده خطير. بيعمل ايه؟ اتس اكستريملي انابوليك، اربع مرات اقوى من الترن. يعني انا خدت سنتي ترن سنتيمنت باربعة ترن، خدت سنتيمنت بعشرة تست، عشرة سنتي تست، فعشرة اضعاف التست سوري. طيب بيعمل ايه؟ بيعمل كل الحاجات اللي زي بقية الهرمون بيعملها، ولكن في نقطة عايز اتاتش عليها، بيقلل الحيوانات المنوية قوي. المنت بيقلل الحيوانات المنوية قوي. ايوه هي ناس خايفة عشان الحتة دي يا حبيبي. انا عملت تجربه وخدت هاي دوز وظبطت الدنيا وحللت، كنت مش عارف 4 مليون والمينيمم 5 مليون. حلو. طيب 3 ويكس ليتر كنت 8 مليون والمينيمم 5 مليون. شهر ونص ليتر كنت باك تو نورمال. طيب ده بيقول ايه؟ اول حاجه بيقولها المنت عمره ما هيخليك عقم، يعني عمرك ما هتبقى زيرو. بقول لك 4 مليون، انا محتاج واحد فيهم ذكر كده راجل يعرف يوصل للبويضه هيجيب لنا ايه حاجات حلوه. واحد من 4 مليون فاهم؟ انزلاق الرقبه شنو الحل تبعها؟ لان انا رقبتي انت عارف كانت حصل لي فيها انزلاق. سؤال مهم جدا انا عايز اجاوب عليه لان السؤال ده بيجي لي كتير اصلا اوريدي في الانبوكس. بصوا يا جماعه جو اهيد. انا جات لي مشكله انزلاق في الرقبه كده. مشكلة الرقبة ان فيها الاعصاب اللي بتتحكم في الاطراف، او مش من الرقبة عموما، يعني العمود الفقري كله ماشي جواه الحبل الشوكي، في الاعصاب اللي بتتحكم في معظم الاطراف، الدراعين والرجلين وبقية الجسم. فلو في حصل ستريس او ضغط من فقرة معينة على عصب متحكم في جزء معين من جسمك هتبتدي تحس بالام غبية، لان انا عارف الاحساس ده عامل ازاي. انا كان عندي كتفي ودراعي واقفين الاثنين متحركوش خالص، فاهم قصدي؟ وتنميل في المنطقه دي ضغط على الاعصاب وبتقوم من الالم، يعني هو بيصحيك من نومك كتر الوجع، فاهم قصدي؟ فانا شايف ان انت تروح لدكتور على طول وما تغامرش، ما تفكرش ان انا مع نفسي احاول اعمل مش عارف ايه. رحت للدكتور قال لك الموضوع خطير ووصل لمرحله ان مش بلج خفيف كده، لا ده في انزلاق كامل مثلا. هتخليك بقى شويه في اللعبه دي على الخفيف، يعني مش هتخش بقلبك جامد لان انت مش عايز تاذي نفسك ولا تجيب لنفسك مشكله كبيره. اللعبه فاهمه يعني ايه سينسول وفاهمه يعني ايه بلاش ناخده، بس الناس اللي بره ساعات بتيجي تقول لك ايه بس اوعى توصل للمرحله ان تبقى شبه البودي جاردز اللي مش عارف ايه نازل من لا يا حبيبي الناس مش فاهمه ايه اللي احنا بنعمله واللي الناس دي بتعمله. ده مش عضلات، ده عفونه، حاجه بتخش تعفن وتزق العضله فوق. يعني دي العضله بيجي السنثول ازاي امثلها بايد واحده ماشي المهم سنثول لا، يعني اول ما حد يجي يقول لك بامبويز او سنثول او سيليكون او بالراحه بكل ادب، لازم الادب تف في وشه واديله بالقلم وامشي، لازم بالادب لانه ده هينهي حياتك في اللعبه دي. انا بيجي لي ناس بتعيط والله بقالهم 10 سنين وخلاص عملية، لا عملية، عملية دي ما فيهاش، دي عملية، عملية لو ما عملتهاش من نفسك هتضطر تعملها يوم من الأيام لما يجي لك عفونة، هيجي لك عفونة. أنا شفت العملية دي في اسكندرية بناس يعني قول لهم أنت قول لهم أو يمكن يصدقوك أنت. الاسترويدز أنت بتشتغل على هرمونات معينة ماشية في دمك بتساعدك إن أنت تعمل ألياف عضلية حقيقية، عضلات حقيقية.
عضلات حقيقية من الأكل اللي انت بتاكله جسمك بيتعامل معاه والهرمون بيوصله للعضلات بتقدر تبني أسرع. تمام. الهومبويز بقى أو التينسول ده انت بتتكلم عن سيليكون، يعني عارفين عمليات اللي بتعملها الستات، بتعمل عملية مثلا خلاص مش لازم تشرح يا عم الحاج، لازم خلاص يا عم. أي حد يتكلم معاك عن السينسول زي ما سموه قالك كده تفرف وشه ويمشي عنه بأدب. الأدب آه طبعا الأدب أهم حاجة. والله يا جماعة مش عارف أشكركم إزاي على كومنتاتكم الحلوة دي والكلام اللي قلنا. دي نقطة مهمة برضه. قول يا جماعة على كل المسجز عشان أنا في حاجات ما قريتهاش، وأنا آسف لو ما رديتش على حد أعرفه بجد، أنا لما بتكلم ما بقراش بقى مركز في الكلام، أنا آسف. طب يلا بينا، أنا في سؤال حلو بس أجاوب عليه وبعد كده خلاص أنت براحتك. طيب. حد بيقول لك الماتيوريتي تيجي إزاي؟ وقت تايم. رقم واحد طيب، ما عمرك مهما كانت جيناتك قوية عمرك ما من أول تحضيرة تحضيرتين جسمك هيبقى فاهم فول ماتيور. لا خلاص. النيجاتيف يا جماعة، النيجاتيف بيساعد على الماتيور. جدا. السكويزنج دي حاجة بقى أنا تعلمتها من قاضي، تخيل يعني أنا واقف مفروض بقى بركز معه بقى لقيت تركيزه في السكويزنج. في ناس بتسأل ازاي التراي عندك مقطع قوي والباي مليف، غير ان احنا دايما بنحاول نجيب الوزن، فكده كده هو يعني نشف من اسبوع من 10 سنين وخلاص عمال بس، فاهم؟ غير دي السكويزنج، دي بيسكويز بتركيز، والله التركيز في التمرين حوار تاني خالص. صح. حط كل دماغك جوه العضله بتاعتك. كل دماغك جوه العضله بتاعتك تتمرن بدي مش بدي خالص. التعب دي أقوى سؤال وأقوى إجابة وحنختم بيها. التعب النفسي وتأثيره في كمال الأجسام. قدامك اتنين راحوا في 60 ده يا ابن كده. عملنا حادثة اتشقلبنا مع بعض بالنفسية. أنا كنت بنفصل وإحنا بنحضر أنا وقاضي، كنت يعني بنفصل مع أيا كان يعني كائن، وبرضه كنت بنفصل تاني برضه يعني قاضي حظهر الاثنين، فاهم؟ ف موضوع النفسي خطر جدا جدا جدا، ممكن يموتك يعني بجد، يعني لولا قاضي كان بيلحقني وانا بلحقه بجد كان ممكن نوع جامد يعني. فهو الموضوع ما تستهونش بيه، it's a very serious matter. depression depression والستريس خطر جدا فوق ما تتخيل. نصيحة، عمرك ما تتعلق بحاجة جدا، لأنه ما فيش حاجة دايما، كله ممكن يروح. و ناس بتتعامل مع الديبريشن على إنه دلع، يعني أنت بتتدلع، أنت في إيه يا عم ما تقوم تفهم خالص يا جماعة، أنت بتبقى واقع في بلاعة. أنا قعدت أسبوع ما باكلش. One week ما باكلش، بشرب بس، فاهم؟ It's very dangerous يعني. ولازم اوعى تقعد لوحدك، اوعى 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 اوعى. حاضر 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 حاضر. شكرا يا جماعه، وشكرا قاضي، شكرا قاضي، شكرا قاضي، شكرا لكم كلكم. نطلع تاني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي مع الناس.